بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، شوطنا الخامس مع الدفعة الثانية بكار المحليات الاصايل لاصحاب اسمه الشيوخ. نتمنى دائما التوفيق والناموس ما شاء الله على هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق مع هذه الاسامي الحاضرة هنا على ارضية هذا الميدان. وشوطنا الخامس سوف يشهد ان شاء الله انطلاقة جميلة ومميزة. زعفور في اول المراكز، مشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والمضمر مسري بن سالم بالعرضي الحميري، وفي المركز الثاني الطياره لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، ثالثا الشاهينيه ورابعا ايضا الشاهينيه. منهج الند الشبه مع سالم بن سعيد في عمليه التضمير. وفي المركز الخامس مهيضه سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوه، وسادس المراكز من تاتي فرحه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وهناك راشد بن سعيد بالغافرية الشاهينية تأتي سادس المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن علي بن واز. وفي المركز الثامن، المركز الثامن نعم ثامن المراكز من تأتي في هذه اللحظات أركان لسمو الشيخ راشد حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرضي الحميري. وفي المركز التاسع غالية سمو الشيخ زايد بن المر المكتوم وأحمد بن علي بن عامر العويسي. وفي المركز العاشر، المركز العاشر الطيارة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومحمد بن عبيد محمد بالدبيلة. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للعشرة المراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة والكمال لله سبحانه وتعالى. هكذا كان نداءنا للمراكز العشر. يا السلام هناك اللي أركان والطيارة اللي يتنافس هن على المركز الأول، اللي صامدات ولا زعفور عفوا أول مراكز والساعية، ولا هناك اللي هي بنقول الطيارة على المركز الثاني يتنافسن على مقدمة الشوط، صامدات على المركز الأول حتى هذه اللحظة الجميلة، حتى هذه اللحظة. زعفور اسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومسري بن سالم بالعرض الحميري في عملية تضمير، والطيارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهناك سعيد بن عبيد الحميري. نقلتنا على المركز الثالث الشاهينية من هجن الند الشبه سالم بن سعيد في عملية تضميرها. المركز الرابع مهيضة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد محمد بن سعيد بن حلوة. وفي المركز الخامس الشاهينية من هجن الند الشبه سالم بن سعيد في عملية تضميرها. وسادسا من تأتي في هذه اللحظات فرحة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وراشد بن سعيد بن الغافرية. وهناك أركان تأتي على المركز السادس ما شاء الله، بنقول أركان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومسري بن سالم بالعرضي الحميري. على السابع المراكز، المركز الثامن اللي في المركز الثامن الشاهينية من هجن الند الشبه سالم بن سعيد. وتاسع المراكز أريام ما شاء الله لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم وسلطان بن سيف المقبالي. وفي المركز العاشر، اللي في المركز العاشر هناك اللي هي شاهينية من لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبد الله بن علي بروان. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز حاضرة هنا مع هذا الانطلاق. هكذا كان الوصف الجميل للمراكز العشر، ذعناها عليكم بالوفا والتمام ما شاء الله. اذهب هناك يا زعفور يا سلام، والطيارة اللي حتى هذه اللحظة مسيطرات على المركز الأول والثاني. يا سلام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم سري بن سالم بالعرطي، والطيارة أيضا حاضرة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم وسعيد بن عبيد الحميد. ثنائية جميلة و1200 متر اللي تبقى عن خط النهاية، 1200 متر اللي تبقى من عمر هذا الشوط، وما تبقى إلا الشيء القليل، إلا الشيء القليل الذي لا يذكر في عالم سباق الهجن. الكيلو الأخير يفتح أبوابه، الكيلو الأخير يفتح أبوابه ما شاء الله. زعفور والطيارة اللي مسيطرات على مقدمة هذا الشوط، اللي مسيطرات على المركز الأول ما شاء الله، ولكن الطيارة اللي تتقدم بفارق بسيط على المركز الأول. وزعفور هناك من الجانب الثاني تبادل المراكز،
متبادل المراكز ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء اللي تقدمه هجر أصحاب السمو الشيوخ الطيارة في أول المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن عمدان راشد سعيد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري زعفور هناك من الجانب الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وأيضا مسري بن سالم بالعرض الحميري المركز الثالث هنا اللي هي الشاهينية من هجر ند شبع سالم بن سعيد المركز الرابع الشاهينية وخامس المراكز الشاهينية وصلت الريام وصلت الأسامي اللامعة هنا في هذا الميدان وزعفور يا سلام يا زعفور اللي مسيطرة على المركز الأول اللي صامدة على مقدمة الشوط ولكن التسلل مسموح يا سلام شوف 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 يا مصورنا عطهم هذه اللقطة الحلوة تهانينا للمرة الخامسة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد وراشد آل مكتوم شكرا يا سالم سعيد على أداء هجن ند الشبع المركز الثاني سمو الشيخ راشد حمدان بن راشد سعيد مكتوم المركز الثالث سيد هجن ند الشبع المركز الرابع سمو الشيخ أحمد مكتوم المكتوم المركز الخامس سمو الشيخ مكتوم حمدان بن راشد سعيد مكتوم المركز السادس لهجن ند الشبع هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة 4 دقائق التوقيت الزمني 9:32 جزء الثاني تهانينا والناموس.